لا تحصل الالام الرقمي والعلاقه بين الضفتين. واليوم الثاني عباره عن مائده مستديره بمدينه سيبورغ. دونك بدايه لا بد ان نرن معنا شكرا كذلك غرفة ديال سيزار وصناعة وخدمات والنواب باركوش بالديك سي سعيد اهروس على الدعم اللي قدم لنا وكذلك الموظفين ديال الغرفة صراحة خدموا معنا طيلة هاد الايام حرا بس الدعوة والمنابر الاعلامية نساء ورجالا لانه المهني في نقل المعلومة والخبر ما يمكنش 100 على كل نهار ويوميا نبقاو نقلوا فقط اخبار. نتمنى ان يلتقط الاثاره كل السياسيين والفاعلين المدنيين ومعهم الاعلاميين لانه لا تطور ولا تقدم لاي وطن بدون اعلام حر. نتمنى انه الدعم ما يكونش فقط في الاعلاميين فيما بعضهم ولكن الناس تستوعب الاثاره الواضحه. مرحبا سي سعيد زيدي مره اخرى، مرحبا واليوم خبير في العلاقات الاسبانيه. تخللت هذا التعايش بين الحين والاخر ولعل التطور الايجابي الذي تعرفه العلاقتين واجبهما الانخراط في مختلف الديناميات الساعيه الى تقريب وجهات النظر بين شعوب الضفتين والبحث عن ارضيات للعمل المشترك بين ما يقرب او يزيد الان عن 1000 شركه اسبانيه مستقرة في المغرب، لا أتحدث عن الشركات التي تستثمر أو تتعامل مع المغرب أو لها فروع في المغرب. على المستوى الثقافي، هناك تطور في هذه العلاقة، ليس بالمستوى المطلوب، لكن هناك تطور في هذه العلاقة مع النقص الحاصل في التعريف بالثقافتين وخصوصا التعريف بالثقافة المغربية لدى الضفة الأخرى. كذلك على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى حماية ورعاية المصالح المشتركة في إفريقيا مع المغرب بوابة إفريقيا وأوروبا والغرب بشكل عام. باختصار ربما ولن أطيل، باختصار جملة فريدة غير مسبوقة عبر عنها رئيس الحكومة الإسباني الحالي في إحدى تصريح من تصريحاته، قال: رخاء إسبانيا من رخاء المغرب. ونحن في مرحلة الإعلام الرقمي، نحتاج إلى إعلام قادر أن يعرف بهذا التطور، قادر أن يكسر ما يسمى بالستيريوتيب، يعني صورة المغربي، هذه الصورة النمطية، صورة المغربي عند الإسبان التي جاءت من زمن سحيق كانت فيه الحروب والحرب الأهلية ومشاركة الجنود أو المقاتلين عفوا المغاربة وغيرها، عناصر وتاريخ كان مليء بالدماء وشكل صورة سيئة بدأت تتحسن، لكن يجب أن تتحسن أكثر في ظل هذه العناصر التي تحدثت عنها والتي أصبحت تعتبر من أهم المصالح لإسبانيا، للدولة، للحكومة وللشعب الإسباني الذي يعرف على أن من مصلحته تحسن هذه العلاقة. Reciente y no tan reciente es una buena muestra de ello, pero creo que necesitamos en una sociedad avanzada no estar solos, vivir en ese bosque rico, enriquecernos mutuamente, compartir nutrientes, compartir la salvia que hace crecer los bosques y eso es volviendo al principio, una forma de conseguir que la cercanía favorezca el conocimiento y, por lo tanto, mejore nuestras relaciones. Yo creo que como anticipo, aquí me voy a quedar, porque creo... La llamada España no vaciada, porque no me gusta, la España vacía, ¿no?, que se denomina últimamente. Y es verdad que yo cuando vienen los compañeros de Madrid, nosotros notamos que trabajamos de una manera completamente diferente. O sea, nosotros trabajamos eso desde ese periodismo más lento, desde esa información que le interesa al vecino de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia, de tu región. Yo vengo de la región más extensa de Europa, en territorio, no así en población,
pero estoy muy de acuerdo, y cada vez son más los ciudadanos marroquíes que viven en España. Y esos ciudadanos también tienen derecho a estar informados de lo que pasa aquí. Es más, yo creo que demandan, ¿no?, esa información. Y debemos dársela. Está claro que hay sinergias, que las ha habido siempre, y que tenemos que seguir buscando esas sinergias buenas, que tenemos que también entonar un poco, ¿no?, el mea culpa y decir, a lo mejor tenemos que cambiar ciertas expresiones. الأخوات والإخوة المنظمات والمنظمين لهذا الحفل الذهبي هي مبادرة كريمة أفتخر بها، ومن شأنها أن تجعلني أشهد أكثر وأخدم وأشتغل أكثر لأعطي أكثر. طبعا كما قلت للآخرين، الصحافة الرقمية الآن هي صحافة القرب، هي صحافة الوقت، هي صحافة الحاضر والمستقبل. شكرا. 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 المتوسط هي الصحافة الرقمية. الندوة الفكرية اليوم في إطار أننا نلعبوا الدور ديالنا كإعلاميين مهنيين، وبالتالي ارتقينا إلى جانب أو بشراكة مع صحافة المحاولة صدوان، أن تكون ندوة فكرية يحضرها خيرات الإعلاميين سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإسبانيا، على اعتبار أن العلاقات الدولية بين الضفتين تعرف تطورا كبيرا. وبالتالي الدور ديالنا كإعلاميين لا يمكن أن نقتصره في الخبر، بقدر ما يمكن أننا لعبوا الدور هنا في اهتمام القضايا الوطنية والإفريقية، وأيضا لعب دور أساسي من أجل إرساء أسس الديمقراطية. وهذا كان يعني على عاتقنا أن نعملوا هذه الدور الفكرية لأسبوع كما قلت في طنجة، وغادي ننساهي في المدينة في تطوان لسبب أساسي، وأن طنجة وتطوان أبى كره من كره وأبى من أبى، على أنها مهد ديال الإعلام وخاطرة ديال الإعلام سواء المكتوب أو الرقمي. وهذه رسالة على أنه يكون الاهتمام بالمنطقة وما يكونش مركزة فقط. أيضا إشارة أخرى على أنه كإعلاميين نحاول أن نعطي دور ديال الاستقلالية، وأننا نزعو العباءة السياسية، ولكن هذا لا يعني أننا ما نهتموش بالقضايا الوطنية اللي تعرض لها.